نعم سيدتي، يعني بداية تحية لك والسادة المشاهدين جميعا. يعني عمليات البحث حقيقة لم تنتهي كليا، جرى الانتهاء من بعض الولايات أو من جل الولايات باستثناء ولايتين مستمرة بهما، كرمان مرعش وأنطاكيا. يعني مع الأسف الجهود بالفعل كانت كبيرة، ولكن العمليات كانت صعبة للغاية وكانت بدقة متناهية حرصا على الأشخاص المتواجدين تحت الأنقاض. يعني لم يكن هناك إمكانيات أكبر من ذلك، وإلا لكانت تعرضت حياة المتواجدين تحت الأنقاض لمخاطر أكبر من تواجدهم في مثل هكذا ظروف. اليوم هذا الإعلان يعني أن المسألة انتهت بالفعل في ولايات معينة، والولايات الأخرى ما زال هناك أمل، هناك تدابير معينة يجري العمل بها لإنقاذ الأشخاص المتواجدين تحت الأنقاض، إما بناء على إشارات من ذويهم أن هناك بالفعل أشخاص ما زالوا أحياء، أو حتى باستخدام التقنيات الحديثة لكشف الأشخاص إذا ما كانوا هناك إذا ما كان هناك أشخاص بالفعل على قيد الحياة تحت الأنقاض. أعتقد أن الدور القادم سيكون مركز أكثر على عمليات إزالة الأنقاض وإعادة تقدير الظروف بشكل أكبر، تقدير الوضع، الانتهاء من العمليات الحالية والبدء بمرحلة جديدة. طيب، ما هي المرحلة التالية؟ تحدث عن المرحلة الجديدة، كيف ستكون؟ ماذا ستشمل المرحلة التالية لإيقاف عمليات البحث؟ سيدتي، المرحلة القادمة ستركز على إزالة الأنقاض، إعادة النظر في البنى التحتية، إعادة تقييم الوضع بشكل عام، وإعادة الإعمار. يعني هذه أعتقد أنها أيضا يعني عمليات ليست بالأمر السهل، يعني لا تقل أهميتها عن الأيام التي عشناها في السابق، أكثر من 13 يوما تقريبا كانوا بمثابة شبه كابوس على الجميع بما فيهم السلطات في تركيا. كان هناك عمل جاد بالفعل انتشال أكبر قدر ممكن من الناجين، ولكن المسألة هكذا. يعني علميا سيدتي، كل ما تأخر الموضوع كل ما قلت نسبة العثور على ناجين. يعني اليوم نحن نتعدى 13 يوما، لذلك المسألة كانت من هذه النقطة الإعلان بالفعل عن قرب انتهاء شامل لكامل العمليات، وانتهاء بالفعل من عمليات معينة في بعض الولايات الأخرى. لم يكن هناك ذاك الضرر الكبير في بعض الولايات مثل الضرر الذي حدث في أورفا، في مرعش، في أنطاكيا. يعني كان أكبر ضرر موجود في هذه الولايات، ومع ذلك ما زالت العمليات مستمرة حتى هذه اللحظة. نعم، طيب لماذا يستثنى محافظتي مرعش وهاتاي؟ يعني فرص النجاة، كيف تبدو فرص النجاة هناك؟ وخاصة نحن نعلم أن درجات الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر في الليل، فرص النجاة. حقيقة فرص النجاة كما قلنا في البداية، نعم إنها يعني أصبحت ضئيلة للغاية، ولكن هناك إشارات حيوية أحيانا تأتي إما من ذوي الضحايا الموجودين تحت الأنقاض، أو حتى من خلال الأجهزة والمستشعرات الحديثة التي يجري العمل بها لكشف عن إذا ما كان هناك ناجين أو لا. في هذه المحافظتين أو الولايتين عفوا، هناك بالفعل ما زالت حتى هذه اللحظة بعض الإشارات التي تقول أن هناك ناجين بشكل عام. عمليات الإنقاذ المستمرة بشكل دائم هي التي انتهت، ولكن حتى في بقية الولايات إذا ما كان هناك إشارات بالفعل عن وجود ناجين، فرق البحث وفرق الإنقاذ موجودة وهي رهن الاستجابة فورا حال ورود بلاغات معينة عن وجود ناجين. لكن في ولايتي كرمان مرعش وأنطاكيا كان هناك الضرر الأكبر، لذلك عمليات البحث حقيقة تأخرت بسبب حجم الدمار الهائل، وهناك إشارات كما قلت أن هناك ناجين، لذلك هي استمرت أو حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن انتهاء عمليات بحث وإنقاذ في هذه الولايتين. نعم أستاذ مصطفى، هل شملت عمليات التمشيط كل المناطق المتضررة، خاصة أن هناك انتقادات للسلطات التركية بتأخير عمليات الإغاثة والإنقاذ؟
سيدتي يعني أنا سأقول كلمة يعني يجب أن يزنها الجميع بالعقل. يعني هناك بكل تأكيد عندما يكون حدث ما يستغل نوعا ما من قبل بعض السياسيين لتحقيق مصالح ما، هذا الأمر قد يكون مبررا في عالم السياسة، ولكن عندما يكون الأمر متعلقا بكارثة وبأرواح بشر وبعواطف بشر وذوي بشر موجودين تحت الأنقاض، يعني هذا الأمر حقيقة غير مبرر وجريمة بالمعنى الحرفي للكلمة. هناك بعض ضعاف النفوس إذا ما صح التعبير هنا استغلوا هذه الكارثة لتحقيق مصالح ومكاسب سياسية، وجرى الحديث عن أمور لا تمت للواقع بصلة بهدف الحصول على مصالح ومكاسب سياسية. حقيقة في هذا كذا وضع الأمر مرفوض، وهو كما قلت جريمة بالمعنى الحرفي للكلمة. الدولة التركية والسلطات التركية والمتطوعين وكل من شارك في عمليات الإنقاذ والبحث قدموا جل ما يستطيعون، يعني إمكانيات رهيبة وضعت تحت تصرف عمليات الإنقاذ والبحث. أي شيء يذكر بخلاف هذا الأمر أنا أعتقد أنه هراء وجرى بس الحديث به فقط لتحقيق مكاسب على حساب كارثة، لكن الواقع عكس ذلك تماما. نعم، هذه المرحلة أستاذ مصطفى وهي مرحلة إزالة الأنقاض، هل ستشمل أيضا هدم المباني المهددة بالسقوط؟ بكل تأكيد سيدتي، كما قلت في البداية هذه العمليات البحث والإنقاذ التي انتهت في بعض الولايات سوف يباشرون بعمليات بداية تقييم للوضع بشكل عام، الأسباب، البنى التحتية، وضع خطط حتى لا تتكرر مثل هكذا كارثة، إزالة الأنقاض، ومن ثم البدء بتطوير وتخطيط المدن وبنائها على أسس منظمة وحديثة وغير قابلة لأي مخاطرة كانت. اليوم في جل الولايات بالفعل بدأ العمل بمثل هكذا عمليات، ولكن قد يتأخر الموضوع قليلا حتى يتم التقييم الصحيح والمباشر والنظر لحجم الدمار وطبيعته قبل البدء بعمليات بناء جديدة وتطوير جديد. المسألة حقيقة سيدتي يجب النظر لها من كل الزوايا ومن كل الأبعاد حتى يكون هناك بالفعل أمن في تلك المناطق من أي مخاطر شبيهة بهذه المخاطر. أشكرك جزيل الشكر مصطفى هاني إدريس عضو مركز رؤى للدراسات والأبحاث السياسية، شكرا جزيلا، كنت معنا مباشرة من إسطنبول.